كما استقبل صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في قاعده الاسخير الجويه اليوم صاحب السمو الملكيه الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود امير المنطقه الشرقيه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وصاحب السمو الملكيه الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود نائب امير المنطقه الشرقيه والوفد المرافق حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاه فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رحمه الله. وقد اعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لامير المنطقه الشرقيه ونائبه والوفد المرافق على مشاعرهم النبيله في هذا المصاب. داعيا الله تعالى يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.